أوضح حيدر هاشم مدير صومعة الطوز شرقي صلاح الدين استمرار موسم تسويق الحبوب في القضاء الذي بدأ في 26 من آيار الماضي، مؤكدا تنفيذ التعليمات المركزية من حيث فحص النماذج وتحديد نوعيتها. بدأ تسويق الحبوب في صومعة الطوز يوم 26/5/2020، وذلك بتسجيل طوابير السيارات الموجودة في الطريق الحولي والشاحنات والتراكترات الموجودة أمام الأمم السائلة وإدخالها بشكل تتابعي حسب طاقة التفريغ السائلة، ويتم أخذ نماذج مختبرية من هذه الشاحنات الداخلة وتحليلها وبيان مدى درجات الحنطة الموجودة بها، هل هي درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة. والدولة خصصت سعر استلام هذه الحبوب بالدرجة الأولى 560 ألف، والدرجة الثانية 480 ألف، والدرجة الثالثة 420 ألف. ومن تالي بعد استخراج إكمال النتائج يتم إرسال السيارات إلى لوزنها وتفريغ حمولاتها عن طريق القلابات الهيدروليك الموجودة عندنا بالسايلو، ويتم خزنها في البنزات. السايلو يفتقر إلى وجود ساحات أو بناكر إضافية للخزن، والدولة إن شاء الله أكو خطة أنه يتم إنشاءها مثل هيك البناكر داخل السايلو. وحاليا نقوم احنا بتجهيز مطاحن سليمانية كذلك بالحنطة المخلوطة لأغراض الطحن.